السلام عليكم، انا باشمهندس محمد السيد محمد. بعد ما خلصنا خطوه الانستليشن والجزء ده مع الباشمهندسه سهيله، هنقدر دلوقتي نعرف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نضيفها للمرايه انها تسهل معانا الشغل والفانكشن اللي احنا كنا اتكلمنا عنها مسبقا في المقدمه. فاول حاجه هنتكلم عنها هي الادوات اللي انا استخدمتها. اول حاجة الكاميرا. الكاميرا احنا جبناها 5 ميجا بكسل، والريزوليوشن بتاعتها 2592 في 1944 و ال و 1080 بكسل. بعد كده استخدمنا البي اي ار موشن سنسور، وده سنسور حركة بيساعدني ان انا اتعرف على وجود شخص في الأوضة في رينج 5 متر كحد اقصى، ورينج متر كحد ادنى. وكمان عندي انا استخدمته لان هو حجمه صغير وكمان مش غالي وما بيستهلكش باور كتير، وله اسماء تانية زي الاي ار موشن وباسيف انفراد. طيب ايه الميزات بتاعت البي اي ار؟ برضو البي اي ار عندي بيتكون من 3 بنات، في سي سي وجراوند، والبنية اللي في النص بيبدأ يطلع عليها الداتا لو حصل سنس الحركة او لا. عندي كمان حاجتين بقدر اتحكم فيهم، الديلي تايم ده ان هو يقدر يخرج لي اشارة هاي لمدة قد ايه وبعد كده يفصل، فانا اقدر ازودها او اقللها حسب ما انا عاوز، وماكس بتاعها 5 دقايق. اما برضو الديستانس، فهو زي ما اتكلمنا قلنا ان الديستانس بتاعته يقدر يقيس لمسافة 5 متر وحد أدنى 1 متر، وده بتبقى في جهات بزاوية 180 درجة على الشكل الدائري ده. طيب الاستخدامات بقى بتاع البي اي ار، اول استخدام للبي اي ار هو عندنا ان هو بيستخدم في الباور سيفنج. فبالتالي اللي بيحصل لما بيحس حركة في الأوضة بيبدأ يشغل تايمر، والتايمر ده بينور الشاشة وبتفضل الشاشة بتاعتي منورة هنا لحد لما التايمر ده يخلص. طيب نفترض حصل اي حركة جديدة خلال الفترة 60 ثانية وليكن اللي انا حاسبهم كتايمر ان هو شغال، فبيبدأ يرستر التايمر ويبدأ يشتغل تاني وينور الشاشة لحد لما يحس ان مفيش حركة، فبالتالي ما تفضلش الشاشة منورة على الفاضي ومفيش حد موجود في الأوضة. فدي ميزة عشان يوفر معايا في الطاقة شوية. ودي التوصيلة طبعا الهاردوير بتاعته المتوصلة في الراسبيري. بعد كده الميزة التانية عندي ان هو بيقدر يكابتشر الفوتو لما بيحس حركة في الأوضة، فبياخد صورة من الكاميرا. يعني البي اي ار لما بيسنس حركة بيبدأ يبعت مسج للمراية للكاميرا انها تفتح، ولما الكاميرا تفتح تبدأ تاخد صورة من الأوضة، فبالتالي تعرف لو في شخص موجود في الأوضة ولا لأ. ممكن اخلي ده متأكتف على طول، وممكن افعله ببطن حسب ما انا عاوز، وبالتالي لو في حد موجود في الأوضة فهي تقدر تبعت لي ان هو حد موجود والوقت بتاعه بالظبط ومين الشخص ده والتفاصيل دي. الصورة بتوصل بالوقت والتاريخ بالظبط، وكمان بتتبعت على الجيميل، فبالتالي لو حد مش من المعني ليهم ان هم يبقوا موجودين في البيت فانا بعرف وبقدر اخد اكشن على الحوار ده. تاني حاجة معانا النهاردة هي الفيس ريكوجنيشن. ايه هو الفيس ريكوجنيشن؟ هو التعرف على الوشوش. التعرف على الوشوش من خلال شوية بروسيس بعملها على كل وش، فبالتالي بقدر اعرف الشخصية بتاعت صاحب الوش ده. ممكن اتعرف عليه من خلال صورة او فيديو او في الريال تايم ان انا ببقى فاتح الكاميرا بتستريم وتعرف الشخص اللي قدامي ده مين. وبتستخدم في مجالات كتير، اهمها بالنسبة لي هي السيكوريتي. طيب انا ليه هستخدم الفيس ريكوجنيشن في البروجكت بتاعي؟ هستخدم الفيس ريكوجنيشن في البروجكت بتاعي لان هو بيأهلني ان انا اقدر اسويتش ما بين البروفايلز بتاعت اليوزرز بتاعتي. فمش شرط دلوقتي ان انا يبقى المراية صاحبها شخص واحد وهو بس اللي له اكسس عليها، لا انا اقدر احط اكتر من يوزر باكتر من وش حسب اليوزر ما هو عاوز. فبالتالي اقدر اظهر الداتا بتاعت كل شخص منفصلة من غير ما يدخلوا في بعض. البروسيس بتاعتها او السايكل بتاعتي هي اول حاجة بعمل فيس ديتكشن، بعد كده فيس اناليسيس. يبقى انا بعرف الاول ان في وش، بعد كده بعمل عليه اناليسيس، بعد كده ببدأ احول الصورة بتاعتي لداتا،
وبعد كده بقارن الداتا بتاعتي وافايند اماتش، يعني ان انا الاقي شخص هو ده اللي كان عندي في الداتا ست بتاعتي. من ضمن المكتبات اللي انا كنت محتاج اسطبها الاوبن سي في، والاوبن سي في ده بيستخدم في الريال تايم اوبريشنز، وبيديني ان انا اقدر اعمل كمبيوتر فيجن وايمج بروسيسنج عشان اقدر احلل الصور اللي عندي واعرف التفصيل بتاعه كل وش. تاني حاجه دي لاب واميوتس. طيب بعمل ايه بقى بعد ما ابدا اتعرف على الوشوش؟ ببدا اقول والله انا عايز اعمل سويتش للبروفايل، فسويتش للبروفايل عن طريق ان انا بحدد لكل شخص اسم بعد ما اخد الداتا سيت بتاعته وبدي له اسم، والاسم ده بيبقى عباره عن كلاس. الكلاس ده بيبدا يظهر لي عدد من الداتا لكل شخص. طيب نفترض ان وقف قدام المرايه شخص غير المخول ليهم ان هم يبقوا موجودين، يبقى انا عندي ده اسمه ديفولت، فبالتالي بيظهر الموديولز اللي انا حاططها في الديفولت. نفترض بقى مفيش حد خالص، هي بتظهر موديولز عاديه، ببقى انا برضو عامل لها بري كونفيجر، فبالتالي بتبقى ظاهره من البدايه. استخدمنا هنا الديب نيورال نتورك دي ان ان، وهو بسبب ان هو الكفاءه بتاعتها الكويسه جدا في الريال تايم فيس ريكوجنيشن، وكمان التكنيك ده يعني بسبب ان هو الكفاءه بتاعته عاليه، فهو بيديني سيكيورتي اكتر ان مش اي شخص ممكن المرايه تغلط وتعرفه ان هو شخص تاني. الاستراكشر بتاع الديب نيورال نتورك هو ده، بتبدأ الصور تدخل عن طريق input layer وفي hidden layers في النص. ال hidden layers دي بتقوم ببعض البروسيس اللي هي في الآخر بتطلع لي الاوتبوت بعد ما يكون خلص، وتقارن وتقول لي ان هو ده الشخص او لا. الطريقة اللي احنا استخدمناها هنا هي هوج، اللي هي ال histogram of oriented gradient. ليه استخدمنا هوج؟ لان هي لها ميزتين. اول حاجة الكفاءة بتاعتها كويسة جدا، بتوصل ل 85 ل 90% حسب الداتا ست اللي داخل لها. تاني حاجة انها بتستخدم في الريال لايف ريال تايم ايمج بروسيسنج، فبالتالي هي انا زي ما انا محتاج انها تبقى على طول تعرفني مين الشخص اللي واقف. تالت حاجة ان هو خفيفة، ما بتاخدش من السي بي يو كتير، فبالتالي ما بتأثرش على الراسبيري باي بتاعي وهو بيعمل عمليات مختلفة. طيب الخطوات بتاعتي اللي بتحصل في الهوج، اول حاجة ان انا بجمع الصور، بعد كده بعمل كمبيوت للفيس اللي عندي، وبعد كده ببدأ اتعرف عن الصورة او الشخص من خلال الفيديو ستريمينج. فدي العملية اللي انا قمت بيها، ان احنا بنقدر نضيف الصور الداتا سيت وبيبدأ يعمل لها بروسيسنج، وبعد ما بيخلص البروسيسنج عليها بنسجل الاسم، بنبقى حاطين الداتا سيت بالاسم الخاص بالشخص ده، فبالتالي كل ما يعرفه بيبدأ هو يظهره على الشاشة لما بيشوفه. وده كان حاجة لي انا لما انا خلصت الجزء بتاعي وبدأ يظهر خلاص، شافني في الكاميرا فبدأ يعرف ان ده انا، وبيظهر لي مسج اللي هو هلو محمد، اللي هو عارفني من الداتا سيت اللي انا كنت مدخل. تالت حاجة واخر حاجة معانا النهاردة هي الفويس كوماندز. فويس كوماندز هو ان انا دلوقتي عاوز ادي اوامر بالصوت بدون تدخل بالموبايل، بدون التاتش، بدون اي حاجة، فبالتالي ببدأ ادخل انبوت للمايك عن طريق صوتي. طيب مبدئيا عشان المايك يقدر يلقط الصوت ده هو لازم يتعرف عليه الاول، فعشان يتعرف عليه بستخدم حاجة اسمها الديتكتور. الديتكتور ده هو كل فكرته ان هو بس بيديتكت لو في صوت، ويبدأ يعرف ايه الكلمة اللي داخلاله او الجملة اللي داخلاله عشان ينفذ الامر. هو شغال مع حاجات كتيرة زي الجوجل، زي جوجل واليكسا وسيري وغيرهم، فانا اخترنا في المشروع ان احنا هنشتغل بجوجل اسيستنت. جوجل اسيستنت زي ما كلنا عارفين هي جوجل العادية الموجودة على الموبايل، بس هي بتسهل عليا كتير لان هي بتعمل فانكشن مباشر بعد ما سطب لها الاي بي اي بتاعتها. فخطوات ان انا اسطب جوجل اسيستنت على المراية وابدأ اتعامل معاها، ان انا اول حاجة بكريت بروجكت في الاكشن كونسول تبع جوجل، وبعد كده بكريت الاي بي اي وبعمل لها انيبل عندي جوه البروجكت بتاعي. بعد كده
ببدأ اقول له ان انا عاوز اعمل ببلش بقى للاب بتاعي. فكل الموضوع ان انا بروح اقول للاب خلاص تمام اعمل لي ببلش عشان تقدر المراية تاكسس الاي بي اي، وبالتالي تقدر تشتغل من خلال انها بتعمل الفويس كوماندز اللي انا عاوزها بعد ما اكون شغلتها. واخر حاجة بتبقى معايا هي حاجة اسمها كاردينينتالز، دي ببدأ بنزل الفايل ده. الفايل ده عبارة عن زي نقول حاجة مميزة لكل بروجكت الواحد بكريته، عشان تقدر جوجل اسيستنت والاي بي اي بتاعتها تعرف ان هي ده البروجكت بتاعي اللي انا مفروض هشتغل عليه. وفي الاخر بنقول ان احنا خلاص نقدر نلانش دلوقتي جوجل اسيستنت على المراية. شكرا.